مقابلة خاصة لبي بي سي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أجراها سعيد شحاتة. معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أهلا وسهلا في البي بي سي. أهلا وسهلا. معالي، فيما يتعلق أولا بالاستراتيجية جلالة الملك محمد السادس حول التوجه لإفريقيا والاستثمارات في إفريقيا وزياراته المتكررة لإفريقيا، لماذا التركيز المغربي على إفريقيا فيما يتعلق بموضوع الاستثمارات؟ أولا، سياسة المغرب مع إفريقيا ليست سياسة جديدة. إفريقيا هي مجال انتماء للمغرب، المغرب بلد إفريقي، له جذور إفريقية، له تاريخ إفريقي، وبالتالي العلاقات هي علاقات يعني متجدرة. جلالة الملك أعطى دفعة قوية إلى هذه العلاقات، ليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن في إطار استراتيجية شاملة تشمل جوانب سياسية، جوانب الحفظ والأمن والسلم. اليوم جنود مغاربة متواجدون تحت مظلة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، للحفاظ على الأمن والسلم في هذه البلدان. المغرب كذلك له علاقات دينية قوية مع إفريقيا من خلال كل ما قام به المغرب عبر التاريخ لنشر الإسلام المعتدل المغربي في كل منطقة غرب إفريقيا. هناك كذلك يعني تاريخ المغرب في تكوين الأطر الإفريقية، كل سنة هناك أكثر من 10,000 طالب إفريقي يدرسون في المغرب بمنح مغربية، وعلى طول هذه السنين حوالي 250,000. هناك كذلك الجوانب المرتبطة بالأمنية، المرتبطة بمحاربة الإرهاب، بالتكوين في مجال محاربة الجريمة المنظمة، التكوين العسكري وغيره. ونضاف إليها حلقة أخرى وهي الحلقة الاقتصادية، من منطلق بأن هناك ثقة من جلالة الملك في مستقبل إفريقيا. في الوقت اللي العديد يعتقدون بأن إفريقيا هي قارة مشاكل، بأن إفريقيا هي قارة تبعث على اليأس، جلالة الملك من البداية مشى في منطق بأن المستقبل هو في إفريقيا، بأن إفريقيا هي اليوم فرصة ليست مشكل، بأن إفريقيا هي اليوم في مرحلة تحول على مستوى الحكم السياسي، تحول على مستوى البنية الاجتماعية من خلال ظهور طبقة وسطى في إفريقيا، بأن إفريقيا تحمل مسؤوليتها، بأن إفريقيا لا تريد أن تصبح عالة على العالم، إفريقيا هي فرصة للعالم. ومن هذا المنطلق جاء الجانب الاقتصادي. إذن هي أولا سياسة متكاملة. العرض المغربي في إفريقيا هو عرض لا يقارن مع الآخرين، لأنه من منطلق الانتماء، لأنه منطلق الثقة في إفريقيا، ولأنه متكامل بجوانب سياسية، بجوانب روحية، بجوانب اقتصادية، بجوانب أمنية، بجوانب إنسانية من خلال سياسة الهجرة وغيرها اللي قام بها المغرب. وهذا كيخلي أن المغرب علاش كاينة جاذبية للعرض المغربي، لأن فيه صدق ولأن فيه تكامل. ولكن يعني بالمقارنة بدول أخرى مثل الصين تنافس بصورة أكبر، وكما علمت أن الاستثمارات المغربية في 2015 كانت حوالي 3 مليارات درهم، وهناك اتجاه للتزايد لزيادتها، ولكن بالمقارنة بدول أخرى كيف تنافسون؟ احنا لسنا في منافسة، كما قلت احنا في مجالنا، احنا في مجال الانتماء، دول أخرى تأتي من خارج القارة. احنا علاقتنا بإفريقيا ليست علاقة ربح، احنا علاقة بإفريقيا علاقة مصير، بأن استقرار إفريقيا وتنمية إفريقيا هذا له تأثير مباشر على المغرب. المغرب استقراره وتنميته ومستقبله مرتبط بجذوره الإفريقية، كما هو مرتبط بانتماء العربي وانتماء الإسلامي وغيره. بالتالي المغرب ليس في منافسة، والمغرب ليس في من منطق استغلال فرص في إفريقيا. المغرب في منطلق سياسة متكاملة في إفريقيا، وآخرها هي العودة للاتحاد الإفريقي للعمل من المؤسسات. وبالتالي المغرب عكس دول أخرى، المغرب يشتغل على منطق التعاون جنوب جنوب. هذا الشعار يعني إلا درتي فيه 2 ولا 3% كتكون سعيد. اليوم جلالة الملك يعتقد بأن الجنوب جنوب هو جزء مهم من أي استراتيجية للتنمية في إفريقيا. إفريقيا فيها دول فيها خبرات اللي يمكنت إذا تبدلت يمكن تفيد إفريقيا. الجنوب جنوب ليس مشاريع صغيرة، لهذا احنا لما كنت تحدثت على أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب أو مصانع الأسمدة الكيماوية في إثيوبيا، هذه مشاريع بمليارات الدولارات.
واللي كتبين بأن التعاون جنوب جنوب تعاون بين الدول الإفريقية يمكن له يأخذ واحد المنحة تصاعدي بأنه هو مستقبل إفريقيا. كما قال جلالة الملك يجب على إفريقيا أن تثق في إفريقيا أولا. هل تغير التوجه أو التوجه الحديث نحو النواحي الاقتصادية هل نتيجة عدم الثقة في أوروبا والمشاكل في أوروبا أو أن هناك فرص حقيقية في إفريقيا للاستثمار؟ هي مرتبطة بثلاث عوامل أساسية. العامل الأول هو أن جلالة الملك بدأ الاهتمام بإفريقيا منذ توليها العرش. الزيارة الأولى كانت في 2001-2002-2003، يعني هذا ماشي فقط اليوم، هذه 15 سنة. هذا ماشي فقط شعار، لأن جلالة الملك يمكن رئيس الدولة الوحيد اللي قام بخمسين زيارة إلى إفريقيا لأكثر من 30 دولة إفريقية، بالتالي هذه معرفة ميدانية بواقع إفريقيا بحالة إفريقيا. زيارة جلالة الملك ماشي زيارات ديال من المطار إلى القاعة الشرفية إلى توقيع اتفاقيات، أو ثلاث أيام أربعة أيام نزول إلى الشارع، التقاء مع الفعاليات الإفريقية للإحساس بالنبض الإفريقي، معرفة مشاكل القارة، معرفة الفرص لكتيحة القارة. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو أن كان هناك منذ سنوات بتوجيهات من جلالة الملك السياسة الخارجية المغربية مشت نحو تنويع الشراكات، يعني ما يمكنناش نبقى في واحد رأسا لرأس مع شريك واحد. لهذا كان زيارات إلى الصين، لهذا كان زيارات إلى روسيا، لهذا كان زيارات في إفريقيا، تنويع حتى وسط الشركاء الأوروبيين، ما يبقاش فقط الشركاء المتوسطيين هما الأساس. كاين اليوم توقيع شراكة استراتيجية مع بريطانيا، كاين اليوم زيارات إلى دول شرق أوروبا، كاين اليوم انفتاح على جنوب أمريكا الجنوبية، وكاين اليوم كذلك اهتمام بالتعاون العربي كيفية هذه اتفاقيات أكادير وغيرها. إذن كاين واحد الاستراتيجية تنويع الشراكات. العنصر الثالث هو أن الشركات المغربية كذلك ما بقاتش فقط في منطقة التصدير إلى أوروبا، ولكن في منطقة الاستثمار في مجال اتصالات. اتصالات المغرب اليوم هي رائد في العديد من الدول الإفريقية. الخطوط الجوية المغربية أصبحت اليوم عندها تقريبا 30 رحلة إلى إفريقيا، وأصبحت من الشركات المهمة. الأبناك المغربية ولات عندها انفتاح على القارة الإفريقية. جائدا كذلك في إطار واحد تطور طبيعي للقطاع الخاص المغربي، اللي بالإضافة إلى شراكاته في مجال التجارة مع أوروبا كان هناك تصور إلى الاستثمار في إفريقيا بالنظر إلى نضج هذا القطاع الخاص. يعني أجريت بعض اللقاءات مع بعض رجال الأعمال وبعض الاقتصاديين، وذكروا أن الاستثمارات الخارجية المغربية هي أكبر، يعني أكبر نسبة استثمارات مغربية في إفريقيا، هل هذا صحيح؟ يعني المغرب اليوم هو المستثمر الإفريقي الأول في إفريقيا، يعني نتنافس مع جنوب إفريقيا، وهو بدون شك هو المستثمر الإفريقي الأول في غرب إفريقيا. وهذا كينجي من هذا المنطلق ديال الثقة في جنوب جنوب، بأن المغرب يضع استثماراته أولا في إفريقيا، واستثمارات المغربية ليست منحصرة في منطقة معينة، اليوم هي موجودة في غرب إفريقيا، في شرق إفريقيا، في وسط إفريقيا، بل حتى هو جنوب إفريقيا. وبنفس الوقت هناك استثمارات اليوم جنوب إفريقيا في المغرب. هذا هو المنطق العام، ولكن المغرب اليوم أصبح فاعل استثماري مهم وسط القارة الإفريقية. ولكن هل هناك إحصاء لحجم الاستثمارات الخارجية المغربية في أفريقيا؟ هل هناك إحصائية؟ يعني هي تتغير، ولكن إحصائيات موجودة. قلت إن الهجرة ليست إشكالية ذات طابع أمني، ولكنها قضية مرتبطة بأمن الإنسان، ماذا قصدت بذلك؟ الفكرة هي أن النقاش حول قضية الهجرة كما أكد جلالة الملك في مجموعة من الخطابات وآخرها في القمة الإفريقية الأوروبية هو مبني على مجموعة من المغالطات. هذا النقاش يتم تصوير قضية الهجرة كأنها اجتياح للجنوب، اجتياح من قبل الجنوب للشمال، بأن الهجرة الإفريقية هي الهجرة الأساسية على المستوى العالمي، وبأن قضية الهجرة هي مسألة أمنية يجب التعامل معها بأدوات أمنية. هذه كلها مغالطات. الهجرة في العالم هي 256 مليون شخص، من ذاك 256 مليون شخص كاين 13% أفارقة، 36 مليون شخص. من ذاك 36 مليون شخص اللي هما من إفريقيا 80% يهاجرون وسط القارة الإفريقية، يعني 30 مليون شخص، كتبقى 6 مليون شخص. من ذاك 6 مليون شخص التي تروح إلى كل دول العالم 80% هم مهاجرون شرعيون، كتبقى 1.1% هما المهاجرين الأفارقة في العالم اللي هما في وضعية غير شرعية، يعني أنهم 0.1% من الهجرة العالمية هي فقط هجرة إفريقية غير شرعية. هذا يعني نتحدث على
هجرة إفريقية وهدف العالم، يعني ليس اتجاه أوروبا، يعني كيروحوا الدول العربية ويروحوا الأمريكا ويروحوا غيرها، وبالتالي فهناك تضخيم للهجرة الإفريقية غير ما قلت. النقطة الثانية هي أن التعامل مع المهاجر كمجرم هذا تعامل خاطئ. المهاجر هو ضحية أولا لأوضاع، وثانيا لشبكات، الشبكات التجار في البشر وشبكات الهجرة السرية، هذه شبكات إجرامية، ولكن المهاجر تعامل معه كأنه خطر أمني. ولما كنشوفوا الحلف الأطلسي كيرسل بوارج إلى البحر الأبيض المتوسط، لما كنشوفوا دول أوروبية كتحول إلى قلاع أمنية، هذا كيطرح إشكال. الهجرة هي ظاهرة إنسانية طبيعية، دول أوروبية شهدتها في اتجاه الولايات المتحدة أو داخل دول أوروبية، واليوم نخشى هذا الموضوع بسبب جو سياسي معين في أوروبا اليوم، بسبب أنه واحد الوصفة انتخابية ناجحة أنه يجب تضخيمه. لهذا المغرب، وكان دائما هذا التوجه جلالة الملك، يعني يجب خلق مسافة مع هذا الموضوع والتعامل معه برصانة معينة لفهمه ولمعالجته. لهذا كانت سياسة وطنية مغربية، كان جلالة الملك قدم استراتيجية للدول الإفريقية تم الموافقة عليها. طيب في متحنك يعني حملة تسوية أوضاع المهاجرين عام 2013، قرأت أنه 90% من 50,000 حالة تم قبول المهاجرين الأفارقة في المغرب، لماذا تقوم المغرب بذلك؟ في البداية طرحت لي السؤال حول السياسة الإفريقية المغربية، هذا جزء منها، بأن المغرب أولا انطلاقا من انتماء الإفريقي، ثانيا انطلاقا من وعيه بأن ظاهرة الهجرة تغيرت، بأن ما بقاش دول مصدر، دول عبور ودول الهجرة ودول الاستقبال، الجميع أصبح في نفس الوقت دولة مصدر، دولة عبور ودولة تغير، يعني تغير كبير. بالتالي المغرب ما بقاش فقط دولة عبور ولا دولة استقبال، كيفية التعامل مع هاد الأشخاص اللي موجودين فوق التراب المغربي؟ هل يبقون في وضعية هجرة سرية مع كل ما يمثله ذلك من هشاشة اجتماعية، من هشاشة نفسية، من استقطاب سهل من جماعات إجرامية وغيرها، أو لا منحهم فرصة؟ هم موجودين، منحهم فرصة لتسوية وضعيتهم للاستقرار في المغرب بشكل قانوني. في 2013 كما قلت جلالة الملك أعلن على هذه السياسة، سياسة مبنية على ثلاثة قواعد: التضامن، المسؤولية، والتعاون. التضامن وأن الإفريقي هو جزء منا، بالتالي لا يجب التعامل معه كالآخر. تخلقت واحد السياسة يعني ديال في 2016 وفي 2017 لتسوية الوضعية، تقدموا 60,000 ملف، 90% منها قبلت، 50,000 قبلت كل طلبات النساء والأطفال والأشخاص اللي في وضعية هشاشة. أيضا التضامن هو كيفية إعطاء هذه الفرصة، وبدأت سياسة الإدماج. هذه الأشخاص هادو اليوم كيقدروا يدخلوا المدرسة المغربية، يمكن لهم يمشيوا المستشفيات المغربية ويولجوا سوق العمل المغربية. المسؤولية اللي هي الأساس الثاني، يعني هي التعامل مسؤولية مع قضية الهجرة، بصرامة مع الهجرة الغير السرية. لما تمنح دولة فرصة للمتواجدين فوق ترابها للانخراط في مسلسل لتسوية الوضعية، فإنها في نفس الوقت كتقول بأن إذا كانت هناك شبكات أو إذا كان هناك أشخاص يريدون استغلال التراب المغربي للتجار في البشر أو للهجرة غير السرية، فالمغرب لن يقبل بذلك. وبالتالي المسؤولية هي التعامل بالحزم الضروري مع هذه الشبكات. النقطة الثالثة هي التعاون الدولي، من منطلق بأن قضية الهجرة لا يمكن فقط حسمها بسياسة وطنية. الهجرة هي مسؤولية مشتركة بين الحلقات الثلاث: دول المصدر، دول العبور، دول الاستقبال. إذا ما كانش هذه المسؤولية مشتركة ولا ما كانش كل واحد كيتعامل في إطار التعاون، فقضية الهجرة لن يتم حسمها لأنها قضية عابرة للحدود، بالتالي يصعب التعامل معها بمنطلق وطني. هناك من يرى أنه الوضع أو الضغوط على المغرب كبيرة من الوضع الاقتصادي، ليست دولة غنية، وبالتالي يقول يعني لماذا لا توجه الموارد للمغاربة وليس الأفارقة؟ يعني هناك بعض التململ من بعض الفئات في المجتمع، كيف تردون على ذلك؟ يعني هذا يمكن تعبير على فئة قليلة جدا. المغرب ما ينساش بأن عنده 5 ملايين مغاربة في الخارج، يطلب لهم الحماية، يطلب لهم ظروف العيش الكريم، يطلب لهم احترام حقوقهم. ما يمكنش المغربي يطلب لأخيه المغربي في الخارج ما لايق ما لا يعطيه الإفريقي في المغرب. وبالتالي هذا باش قلت لك هذا الشيء في الهامش، ماشي الشكل العام. الشكل العام هو أن المغاربة كانوا دولة مصدر للهجرة، وباقي المغرب دولة مصدر للهجرة. المغرب من الدول الأولى اللي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المهاجرين وذويهم،
في 1993. والمغرب يعني عنده اليوم 61 قنصلية في العالم لتتبع وضعية المغاربة في الخارج. المغرب من الدول اللي عندها وزارة تابع الوزارة منتدبة لوزارة الخارجية، شنو سميتها؟ الهجرة وشؤون المغاربة بالخارج. ما يتعلق بالتجربة المغربية دايما يحتذى بها، أو يعني تجربة إيجابية في مكافحة التطرف والإرهاب، ولا سيما في موضوع تأهيل أئمة وحتى نشرهم في بعض الدول الأفريقية بتطلب، ودول فرنسا وغيرها. يعني لماذا يعني التجربة المغربية في وجهة نظرك نجحت منذ أحداث الدار البيضاء التي حدثت؟ يعني لم يذكر أنه لم تحدث حادثة مثل لندن أو باريس أو غيرها، فكيف تفسر نجاح التجربة المغربية في هذا الإطار؟ أظن بأن خصوصية التجربة المغربية هي أنها انطلقت من استراتيجية متكاملة وضعت بتعليمات من جلالة الملك في بداية 2000، واللي كان فيها الجانب الأمني، الجانب إصلاح الحقل الديني، جانب محاربة الهشاشة والفقر والتهميش، وجانب التعاون الدولي. في الجانب الأول يعني كان هناك واحد العمل مهم كتقوم به الأجهزة الأمنية المغربية اللي أصبحت اليوم مرجع في مجال سياسة استباقية في التعامل مع الشبكات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، من خلال تطوير قدرات هذه الأجهزة، ومن خلال كذلك أعطائها واحد الظروف عمل مناسبة. واليوم العمل اللي كتقوم به الأجهزة الأمنية المغربية كما قلت هو الكل يريد التعامل معها بالنظر للاحترافية اللي عندها. إصلاح الحقل الديني كان جانب مهم من خلال كل عمل اللي تقام به لتكوين الأئمة، لتأطير المساجد، لتنظيم مسألة الفتوى، في مسألة كذلك إعطاء إطار قانوني للقيمين الدينيين والمرشدين وغيرهم، إدراج النساء المرشدات كذلك في العمل الديني، نشر الفكر المعتدل للإسلام المغربي. كل هذا الورش ديال إصلاح الحقل الديني كان عنده تأثير كبير، وكذلك تعتبر نموذج تلقى من خصوصية المملكة المغربية، لخصوصية كتميز بإمارة المؤمنين، وبأن جلالة الملك هو أمير المؤمنين في نفس الوقت. هذا أعطى المغرب هذه الشرعية الدينية كذلك للقيام بهذا الإصلاح ليتوافق مع أصول الدينية، ولكن كذلك مع تطور المجتمع المغربي. النقطة الثالثة كانت هي محاربة الهشاشة والفقر. في 2005 تم إطلاق جلالة الملك إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المجال القروي، في المجال الحضري، كيفية مواجهة مظاهر الفقر المدقع، كيفية مواجهة مظاهر التهميش. والنقطة الأخيرة بطبيعة الحال هي مسألة التعاون الدولي على المستوى الأمني، ولكن كذلك على المستوى الدبلوماسي، لأن المغرب كذلك فاهم بأن هذه قضية يمكنش تعالج في بلاد واحدة، شبكات الإرهابية، شبكات عبر الحدود. بالتالي كاين هناك عمل، والمغرب اليوم كيرأس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ تقريبا 5 سنوات، اللي هو التنظيم الإطار الدولي الأكثر فعالية في هذا المجال. والمغرب يعني كيحاول من خلاله يكون هناك خلق واحد المرجعيات في مجال التعامل مع بعض الظواهر. يعني كيف تتعاملون مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؟ تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف الدولة الإسلامية يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا وغيرها، وهناك صعوبة في السيطرة والرقابة على تلك الوسائل. أظن أن الاستراتيجية اللي مشت فيها المملكة المغربية مش هي استراتيجية المراقبة، هي استراتيجية إعطاء الخطاب البديل. المغرب كيقول دائما بأن هناك دول أقوى منا تكنولوجيا، ولكن مكافحة الفكر المتطرف ليس فقط من خلال الرقابة، ما عمرنا نقدروا ننجحوا في الرقابة. الأساسي هو أن الشخص لما يدخل الإنترنت يلقى كذلك فكر آخر. الدول اللي عندها تطور تكنولوجي ما عندهاش هذا الفكر، دول قليلة اللي يمكن عندها. تستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المعتدل، والمغرب في إطار التحالف ضد داعش اشتغل كثير على هذا الجانب. ماذا عن الجهاديين الذين ذهبوا من المغرب إلى سوريا والعراق وبعضهم يريد أن يعود؟ ذكرت بعض الدراسات أن عددهم حوالي 1200. كيف تتعاملون مع ملف الجهاديين الذين يرغبون أو الذين عادوا؟ كيف تتعاملون مع ملف الجهاديين الذين انضموا لتنظيم ما يعرف الدولة الإسلامية في سوريا والعراق؟ أكيد بأن المغرب اشتغل على هذا الموضوع أولا وطنيا وثانيا دوليا. من النقاط الأولى اللي اشتغل عليها المغرب في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب كانت مسألة الجهاديين الأجانب، وكيفية التعامل معهم، وكيفية النظر في كل حلقات ديال هذا المسلسل، وكيف الشخص كيبدا من التطرف، وكيفاش كيسالي انه كيسافر الى دوله اخرى، وفي كل حلقه من يستقطبه، كيف يحصل على وثائق السفر، اي طريق ياخذ للسفر، اين من يستقبله، كيف يدربه. وهذه الوثيقه اللي تسمت وثيقه لاهي مراكش لاهي للمقاتلين الاجانب اصبحت مرجع دولي اليوم،
واعتمادها وشارت لها قرارات المجلس الأمن للأمم المتحدة. على المستوى الوطني كان هناك تعامل في إطار القانون لكي يوضح شنو هي المسؤولية الجنائية للأشخاص اللي شاركوا في عمليات إرهابية ولا تنظيمات إرهابية على المستوى الوطني أو الدولي، وكان هناك كذلك مقتضيات حول كيفية إعادة التأهيل، وكانت عندنا تجارب جد ناجحة في مسألة المراجعات، يعني بعض منهم اللي كيفاش أنهم أصبحوا مادج لنصح الآخرين، وهذه كلها عناصر إيجابية اللي كاينة في التجربة المغربية. هذا ما كيعنيش بأن هذا إشكال مطروح على المستوى الدولي اليوم ديال كيفية التعامل مع العودة، عودة الأطفال، عودة النساء، هل تعامل جنائي، هل تعامل اجتماعي. ماذا عن المغرب؟ المغرب يمازج بين عنده مقتضيات قانونية تكفيه باش أنه المسؤولية الجنائية ما تسقطش، ولكن بأن كاين قواعد أخرى لإعادة التأهيل الديني. هل هناك نماذج عادت إلى المغرب بالرغم من معرفة أن هناك مسؤولية جنائية؟ أكيد بأن هناك من عادت، أظن أن عادت أكثر من 300 اللي عادوا بالرغم من معرفتهم بأنهم سيحاكمون. أكيد بأن يعني المغرب عنده قواعد قانونية واضحة في التعامل، يعني لا يمكن إسقاط التهم تشجيعا لهؤلاء. يعني هناك مثلا دعوات في بريطانيا لإسقاط التهم الجنائية، حتى لأنه بعض منهم غرر به، لم يكن عضوا أساسيا ولكن نظر إلى الإنترنت وبسذاجة انضم. قل أنا بأن المسألة مش مسألة كان مقتضيات قانونية ولكن عندها تطبيق قضائي، بأن القاضي في إطار الاختصاصات الموكولة إليه هو الذي ينظر في كل حالة على حدة، هل هناك مسؤولية جنائية أم لا، هل هناك مشاركة في أعمال إرهابية أو لا وغيرها. ملف الصحراء، دعا جلالة الملك الجزائر للحوار، والمغرب لها موقف ثابت حول الاستفتاء والحكم الذاتي. كيف تنظرون إلى مستقبل هذا الملف، ملف الصحراء؟ كاين فرق ما بين المبادرة الملكية تجاه الجزائر وملف الصحراء. المبادرة المغربية جلالة الملك نحو الجزائر اللي كانت في خطاب 6 نوفمبر الماضي هي مبادرة لخلق آلية ثنائية للحوار حول القضايا الثنائية المغربية الجزائرية، على اعتبار بأن البلدين هما بلدين عربيين جارين شقيقين، لهم ماضي مشترك وعندهم تحديات مستقبل. الأساسي هو أنك يد ممدودة لحوار بين بلدين عربيين شقيقين حول قضاياهم، لأن وضع علاقتهم اليوم كما قال جلالة الملك ليست طبيعية، ليست في مستوى تحديات ولا في مستوى ما يجمعنا من قواسم. يعني منذ عام 94 الحدود مغلقة وغيرها من الأمور. هذه مبادرة، هذه المبادرة جلالة الملك لقات تجاوب لحد الساعة، تمنتها الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، الاتحاد المغرب العربي، إلا الجزائر كذلك تمنتها مجموعة من الدول أعضاء مجلس الأمن. هذا يعني بأنها الجميع عنده انتظار من هذه الناحية. قضية الصحراء مسألة أخرى، قضية الصحراء توابت المغرب معروفة، القضية هي في إطار مجلس الأمن والمغرب يتعامل معها من هذا المنطلق في إطار مسلسل يقوده الأمين العام وممثله الشخصي، والمغرب كما أكد ذلك جلالة الملك أكثر مرة هناك توابت في إطار التوابت. المغرب التراب المغربي ما حكم ذاتي، يعني بأن هذه مسألة سيادة وبأن المغرب يعالج نزاع إقليمي، وبالتالي في إطار هذا النزاع المغرب يتحرك في إطار ويدافع عن حقوقه في إطار الأمم المتحدة. طب الملف الليبي، ذكرت أن أطراف الليبية يجب أن تحل المشكلة بنفسها، هل يعني ترى أن ذلك يمكن أن يتحقق على أرض الواقع في ظل الخلافات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا؟ ما يقوله المغرب منطلق من تجربة، إذا كان الليبيين اتفقوا على شيء واحد فهو اتفاق الصخيرة، يعني إما نكونوا متشائمين قولوا ليبيا الأمر انتهى، أو نثقوا في قدرة هذا الشعب وفي قدرة الليبيين على أنهم يتجاوزوا كل الخلافات المرحلية ويشوفوا مستقبل ليبيا. المغرب كيدير هذا الرهان، شريطته أن يترك الأمر لليبيين بدون تدخلات خارجية، وشريطته أن يتجاوز الليبيين الحسابات الضيقة وأن ينظروا إلى مصلحة هاد الشعب وهاد البلد المغربي الشقيق. سعادة الوزير ناصر بوريطة، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا.